بسم الله الرحمن الرحيم. إسماعيل بصير، خادم الزاوية البصيرية ورئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام. تنظم المؤسسة مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام بمقر زاوية الشيخ سيدي إبراهيم البصير ندوة وطنية حول عناية الفقهاء بالتصوف تنزيلا وتأصيلا وتعليلا. جاءت هذه الندوة بهذا العنوان إجابة عن مجموعة من الأسئلة التي بدأ اليوم الأساتذة الباحثين وطلبة الماستر وطلبة في الكليات يتساءلون: لماذا التصوف؟ ولماذا اختار المغاربة التصوف ثابتا من ثوابت المملكة المغربية إلى جانب العقيدة الأشعرية والفقه المالكي وإمارة المؤمنين؟ فبالمحاضرات التي ألقيت في هذا الصباح أجابت عن هذه التساؤلات، لأننا عندما نقول التصوف هو التزكية وعلم السلوك والأخلاق، فدائما هي الأخلاق هي مقومات للأمم، كما قال شوقي: إنما الأخلاق أمم ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذن التصوف هو الأخلاق، وهو ما يكرس الأخلاق، وهو ما نحتاجه اليوم في جميع مناحي الحياة، نحتاج إلى الأخلاق. لذلك انطلقنا في هذه الندوة لنركز عن الأخلاق ونربي الأجيال الصاعدة وننقل لهم الذاكرة المغربية التي دائما كانت ولله الحمد متشبتة بتوابتها الأصيلة وهي التصوف السني. ومن خلال العنوان نريد أن نبين للجميع بأن هذا التصوف هو ليس بدعا وليس ضلالا وليس جهلا، وإنما كل الفقهاء الذين أخذنا عنهم التدين المغربي فهم كانوا صوفية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.